بسم الله وعلى بركته نواصل الحديث في هذه الدروس المباركة. كنا نتكلم في مقام الخوف والرجاء، وقرأنا شيئا من كلام ابن جزي رحمة الله عليه، ونكمل ما بدأ به. يقول عليه رحمة الله: واعلم أن الخوف على ثلاث درجات، واعلم أن الخوف على ثلاث درجات. الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم، يعني خوف ضعيف جدا، يقول أخاف الله أو يخشى الله أو يذكر النار، يذكر أهوال القيامة ذكرا على اللسان، وهذا حال غالب العصاة الذين يصرون على معاصيهم. إذ لو كان هناك خوف حقيقي لما أصروا على المعصية. كما قلنا، ليس الخوف يمنع من المعصية، ولكنه يمنع من الإصرار على المعصية. قد تعتريه غفلة فيقع في المعصية، ولكن الخوف يدعوه إلى التوبة. وأما إذا أصر على الذنوب والمعاصي ويدعي الخوف، فيسميه ابن جزي رحمة الله عليه خوفا ضعيفا يجري على اللسان بدون تأثير. والثانية أن يكون قويا، يعني خوفا قويا، فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. وهذا هو الخوف المحمود، أن يكون خوفا قويا، ولذلك يبكي، ولذلك يعمل الصالحات، ولذلك يمتنع من السيئات، ولذلك ينشط إلى الطاعات، كما هو حال المتقين كما تقدم عندنا في مقام التقوى. فهم الخوف أعطاهم وقاية، فهذا خوف قوي حقيقي، أنه يخاف أن هناك آخرة، كما سيأتينا في بعض الآيات التي نمر عليها إن شاء الله. هؤلاء متى ما ذكروا بالله تذكروا. علامة هذا الخوف أنهم إذا ذكروا بالله تذكروا واعتبروا، كما قلنا في قصة مريم عليه السلام حينما قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فيتذكره بالله. وكذلك في الثلاثة الذين خلفوا ونحو ذلك. إذن هذا خوف قوي يدفع إلى العمل. ثم يقول: والثالثة أن يشتد به الخوف حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز. يعني قد يشتد الخوف في أناس إلى درجة أنهم يكادوا أن يهلكوا أنفسهم، أو يكادوا أن يتصوروا أن الله لا يغفر لهم، وهذا خطر عظيم، لأن اليأس من رحمة الله من أكبر الكبائر، وما وقعوا فيه أشد من الذنب الذي كانوا عليه. إذن هذه الدرجات كما يقول خير الأمور أوسطها، بمعنى أن يكون الخوف قويا يوقظ القلب ويذكره ويدفع إلى العمل ويحجب عن المعصية. يقول: والناس في الخوف على ثلاث مقامات: خوف العامة من الذنوب، وخوف الخاصة من الخاتمة. عموم الناس يخاف الذنوب، لأن الذنوب هي التي رتب الله عليها العقاب، فما دامه يخاف من النار ومن عذاب النار، إذن يخاف من الذنوب، لأن الذنوب هي التي تسبب ذلك. وأما خوف الخاصة فمن الخاتمة، حتى قال بعض السلف: وقد أدركته الوفاة وكان يبكي ويضطرب
فبشروه كما قلنا أن الإنسان لا يموت إلا ويحسن الظن بربه، فبشروه بسعة رحمة الله ومغفرته وأنه مهما كانت الذنوب أن الله يغفرها. فقال لهم: الذنوب؟ أمن الذنوب أبكي؟ لا والله، وإنما أخشى من سوء الخاتمة. يعني هو يسأل الله أن يحسن له الخاتمة، أما الذنوب فأمرها سهل، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ولا يبالي. إذن هؤلاء يخافون من سوء الخاتمة، ولذلك كان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلمنا وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يكثر الإنسان من أن يقول: اللهم إني أسألك حسن الختام، لأن حسن الخاتمة هو المطلب الأسمى، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأعمال بخواتيمها. قال: وخوف خاصة الخاصة من السابقة، فإن الخاتمة مبنية عليها. يعني هذه التقسيمات يذكرها ابن جزي إشارة إلى درجات التقوى. كما قلنا إن أيها الإخوة المسلمون درجات، والصالحون درجات، والأتقياء درجات، والأولياء درجات، كما أن الأنبياء درجات. كل شيء فيه فاضل ومفضول. سنة التفاضل سنة إلهية في خلقه. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الإنسان، الحيوان، الملك، الجان، الزمان، المكان، الشجر، الفاكهة، الطعام، كل شيء انظره تجد شيء فوق شيء، وفوق كل ذي علم عليم. لم يتفرد بالجلال والكمال إلا ربنا تبارك وتعالى الكبير المتعال. فسنة التفاضل سنة حاصلة في كل شيء. كما رأيت الزمان، رمضان وغير رمضان، ليلة القدر وغيرها، الأرض، المساجد وغير المساجد، الكعبة وغير الكعبة، في تفاضل. فكل شيء فيه تفاضل، الملائكة جبريل وغير جبريل، الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، أولو العزم وغيرهم، وهكذا. إذن لما يعبر لنا هذه التعابير هذه لها أصل. يعني هناك إذن درجات: العامة، الخاصة، خاصة الخاصة، هذا صحيح. فإذا يقول خاصة الخاصة يخافون من السابق، ماذا سبق لهم في علم الله؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إيش النتيجة؟ أولئك عنها مبعدون. هذا الذي يفكرون فيه، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن الخاتمة مبنية على هذه السابقة. فمن سبقت له من الله الحسنى لابد أن تكون خاتمته حسنة، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أبو سفيان كمثال. أبو سفيان هذا الصنديد الذي وقف بوجه الدعوة الإسلامية من بدئها إلى يوم الفتح، يحارب ويعادي ويؤلب ويتكلم ويصنع ما يصنع. لما سبقت له من الله الحسنى أسلم، والآن نقول رضي الله عنه وأرضاه. أبو سفيان الآن نقول هو في الجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. إذن هؤلاء يفكرون في السابقة، ولذلك هم دائما يعني يفزعون إلى الله أن يجعلهم من أولئك الذين من الله تبارك وتعالى بهذا. والخوف أيها الإخوة هذا دليل على قوة الإيمان، فمن خاف هنا أمن هناك، من خاف في الدنيا أمن في الآخرة. لماذا؟ لأن الذي وضع في قلبه الخوف هو الله جل في علاه. ولذلك الإنسان عليه أن ينتبه لنفسه، ويستطيع أن يعرف نفسه في أي الدرجات يكون من هذه الأعمال التي ذكرها. ثم بعد أن ذكر الخوف ذكر الرجاء.
قال والرجاء على 3 درجات. قلنا الخوف والرجاء يقترنان من أجل أن يكون المسلم في الحد المعتدل. الأولى رجاء رحمة الله مع التسبب فيها، رجاء رحمة الله مع التسبب يعني في هذه الرحمة بفعل طاعة وترك معصية، فهذا هو الرجاء المحمود. هذا الرجاء المحمود يعني يرجو، ما هو يرجو وهو بطال، ما هو يرجو وهو مقيم على المعصية، ما هو يرجو وهو لا يعمل الصالحات، لا. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ذكر آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون. إذن هذا الرجاء مبني على هذه الأشياء. هذا الرجاء المحمود الذي يرجو هو الذي يعمل الصالحات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الرجاء هذا يكون بهذه الطريقة. والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان. الرجاء مع التفريط والعصيان يقول فهذا غرور، اسمه غرور مغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو التمادي، الطمع في غير تقديم شيء، على حد قول الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يعني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، لم تسلك طريق النجاة. كيف؟ هل رأيت سفينة تسير في الصحراء على اليبس؟ إذن لابد أن تقدم. الرجاء يدفعك ما دمت تطمع، وكلما كان رجاؤك قويا كلما كان عملك كثيرا، كما هو شأن الأتقياء. دائما التقوى هي المعيار. تنظر إلى الأتقياء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تراهم يعملون ويرجون، هكذا يعملون ويرجون أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. والثالثة أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن، فهذا حرام. الأمن من مكر الله، يعني يبقى يرجو ويرجو ويرجو حتى يقول لك بلاش أنا لا أعمل، فيصل إلى مرحلة الأمن، بمعنى أنه ليس عنده شيء من الخوف. ربنا تبارك وتعالى ذم هؤلاء فقال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمسلم إذن الحد الأعلى هو الذي ذكره في رقم 1. ثم قال والناس في الرجاء على 3 مقامات. فمقام العامة رجاء ثواب الله، يطمعون في الجنة وفي الأجر كذا، له كذا 100 حسنة، 10 حسنات، 1000 حسنة، 100 ألف حسنة. ومقام الخاصة رجاء رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. ولكن ننبه أن هذا المقام الثالث لا يعارض المقام الأول. انتبه، هؤلاء الذين يعملون حبا في الله هم أيضا يرجون ثواب الله، يعني المسألة متداخلة، لكن الحب هو الغالب، الحب هو الغالب. حتى لو قال الله لهم أنه ليس هناك الجنة وليس هناك نار لبقوا على حبهم، لأن الحب هو الذي تأصل في نفوسهم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا يرجون الثواب ولا يطمعون في الثواب، لا، لأن الله تبارك وتعالى رتبه على ذلك. لكن هذه الدرجات بحسب قوة الإيمان، قوة الإيمان. يعني هناك من يعبد للثواب فقط، وهناك من يعبد محبة
ومن خلالها يأتي الثواب ويصل الإنسان إلى هذه الدرجات العلى. هذا التقسيم الذي ذكره ابن جزي رحمة الله عليه نرجع هنا إلى 324، فعندنا القسم الرابع اللي هو يندرج تحته الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والضراعة. الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والضراعة، هذه أمور متقاربة من حيث المعنى، تندرج كلها تحت مقام الخوف والرجاء، تندرج تحت مقام الخوف والرجاء. فما هي الخشية؟ يقول الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني له كتاب اسمه مفردات القرآن، وهو من الكتب القيمة التي يحتاجها طالب العلم، وأظن نبهنا إليه، فهو مرتبه على حسب حروف المعجم. تريد أن تعرف نصر في القرآن، تذهب إلى النون بعدها الصاد، يجمع لك الآيات في نصر ويوضحها. والراغب الأصفهاني مفسر لغوي، بمعنى أنه متمكن في اللغة وفي التفسير، ولذلك فهذه المفردات قيمة جدا جدا، يحتاجها المتخصصون في التفسير وغيرهم ممن يريد أن يعرف المفردات القرآنية. يقول رحمة الله عليه: الخشية هي خوف يشوبه تعظيم، خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك خص الله بها العلماء في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعلمون مقام الله، كما قلنا أن المراد العلماء بالله، فهم لما علموا عظمة الله وجلال الله أكسبهم ذلك الخشية. يعني الفرق بين الخوف والخشية أن الخوف أعم والخشية أخص، فالخوف شامل والخشية خوف مقرون بالتعظيم، يعني تعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك بكاء الخشية أعلى أنواع البكاء، واحد يبكي خوف ويبكي كذا ويبكي كذا ويبكي كذا، البكاء متنوع، كما يقول: عليكم وإلا فالبكاء مضيع، ومنكم وإلا فالرجاء وضيع، عليكم وإلا فالبكاء مضيع. إذن هناك بكاء كثير، وقد يكون هناك بكاء غير محمود. يعني المرأة مثلا ابنها الأم هو الظالم وتبكي لأنه أوذي مثلا، أعلى أنواع البكاء هو البكاء من خشية الله، اللي رتبت عليه، الذي رتبت عليه منقبة عظيمة، وهي ممن يظلهم الله تحت ظله. إخواني هذا الحديث عظيم، سبعة أصناف، يعني مو سبعة أشخاص، يمكن هم بلايين لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، لكن سبعة أصناف. هؤلاء الأصناف السبعة الإنسان يتأمل، سبحان الله، ربنا فضله عظيم وخيره عميم، وفتح باب الخير للناس. لما قام الإمام العادل: أنا متى أصير رئيس للدولة حتى أنال هذه الفضيلة؟ فكيف أصنع؟ رجل دعته امرأة حسناء، نسأل الله العافية، الإنسان لا يعرض نفسه إلى هذه البلاء، هو لا يريد ذلك. الذي أنفق يمكن يكون فقير ما عنده شيء مثلا، حتى الذين تحابا في الله ممكن لا يجد ذلك الأخ، يفتش له لا يجد له. هذا الذي يعني حب خالص، لا مطمع لا مغمز، ما في أي شيء، اجتمع عليه وتفرق عليه. لكن ربنا جعل هناك أمر ميسور لجميع الناس،
رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف هذا يتأتى لكل الخلق، لمن جلس منفردا يتأمل في جلال الله وعظمته ليس خوفا من النار إنما خشية من الله، ذكر الله ففهم وعلم جلال الله ومقام الله والربوبية ففاضت عيناه من جلال الله. هذا الذي ينال هذه الفضيلة، وعينان لن تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله ما شاء الله المرابطون المجاهدون، وعين بكت من خشية الله. شوف بكت، شوف مخوفة من خشية الله. هذا الخشية، الخشية هي هذه الخوف المقرون بالتعظيم، يعني يتجلى، وهذا مقام يعني يعرفه من يمر به ويدركه، وحينما يأتي تفيض عيناه يدرك لما فاضت، لما فاضت. ما هو ذكر ذنبا وبكى منه، ولا ذكر نارا وبكى منها، ولا حصلت له قضية، إنما ذكر الله جل جلاله، فحصل هذا المقام العظيم الذي من الله تبارك وتعالى به عليه. وذكر لنا شيئان عشان نكمل، من أجل أن نكمل حديث السبعة. رجل قلبه معلق في المساجد، سلام، ما أجمل هذه الشريعة، قلبه لم يقل جالس في المساجد، ولم يقل يصلي في المساجد، ولم يقل يحضر الجماعات مع المساجد لا يتخلف، قلبه، قلبه. وذلك ربنا تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا لا يتخلف عن المسجد أبدا إلا بعذر، وإذا كان هذا العذر قلبه في المسجد. الآن صار وقت الجماعة، يا ليت، يا ليت ليس هذا العذر لذهبت. شوف ربنا يكتب له صلاة الجماعة، قلبه، قال قلبه. فهذا أيها الإخوة الصنف، والصنف الذي يذكر الله، هذان الصنفان يتأتيان لكل من يريدهما، أما بقية الأصناف خاصة كما تلحظها، بقية الأصناف خاصة، ومنها قلنا ما يسأل الله العبد، يسأل الله العافية ويعرض نفسه لهذه الفتنة، امرأة ذات منصب وجمال، منصب تهدده ودي في داهية ليسجنن كما سيدنا يوسف عليه السلام، والجمال يغري، قل اللهم نسألك العافية، نسألك العافية من هذا البلاء. إذن لكن هذان الصنفان، قلبه معلق بالمساجد وذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا باب مفتوح. ربنا، ربنا كريم، لا أكرم من الله، لا أكرم من الله. وهذه الشريعة كما يقول الناس فاضية، صحيح، واسعة، سهلة، ميسرة، أبواب الجنة مفتوحة لمن أرادها، فلن يهلك على الله إلا هالك، فلن يهلك على الله إلا هالك، ما في خير، ضيع كل وجوه الخير. إذن هذه الخشية، نحن نريد في هذه الخشية نقف وقفة بسيطة في صفحة 326 عند قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله، الآن ذكرنا المسجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن عمارة المساجد يقول العلماء رحمة الله عليهم على قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية مثل هذا المسجد الذي نحن فيه، جزى الله من أقامه خيرا. إذن هذا عمر المسجد، بناه وهيأه وفرشه وجمله ووضع فيه هذه الأضوية وجعله ميسرا، الذي يدخل فيه ينشرح صدره
فيقبل على ربه لا يشغله برد ولا حر. الحمد لله رب العالمين. هناك بعض إخواننا ممكن مررنا بها وأنتم قد تكونوا مررتم بها، يصلون والمطر يتساقط عليهم، يصلون والشمس تحرقهم، يصلون والرياح والغبار والرمال تهب عليهم، ليس عندهم يعني وسائل الراحة. لكن كما ترى هذا مسجد يسر فيه الخير. إذن هذه عمارة المسجد، لأن فرش المسجد وبناؤه وترتيبه كل هذا يدخل في العمارة، تنظيفه كله يدخل في عمارة المساجد. هذه العمارة الحسية، وهناك عمارة معنوية وهي إعماره بالذكر، إعماره بالصلاة، إعماره بقراءة القرآن بالعلم، هكذا. فهذه المساجد بنيت لهذه الأغراض، الحمد لله. إذن الآية تتناول الصنفين، إنما يعمر مساجد الله هؤلاء، لأن المسجد إذا لم يعمر بالمصلين فما قيمة الزخرفة والبناء؟ ما قيمتها؟ إذن عمارة المسجد بأهله، بالذين يؤمون المسجد ويأتون إليه. وفضل المساجد تعلمون فيها كثير لا ندخل فيها، ربنا تبارك وتعالى رتب عليها خيرا كثيرا. وبالمناسبة الجلوس في المسجد فيه أجر عظيم، وهو الاعتكاف. والاعتكاف وإن اختلف فيه العلماء هل يشترط له الصيام أو لا يشترط أو كذا، لكن من العلماء من قال يجوز الاعتكاف في كل وقت وبأقل وقت، حتى لو دخل من هذا الباب ليخرج من ذاك الباب ووقف لحظة ونوى الاعتكاف صح اعتكافه عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فإذا ولذلك نحن ننصح أنه كلما دخلنا المسجد يقول المسلم نويت الاعتكاف في هذا المسجد من الدخول إلى الخروج لوجه الله الكريم. كلما دخلت المسجد، وقت صلاة، وقت درس، وقت خطبة جمعة، حضور موعظة، أي شيء، حتى يكتب لك هذا الخير العظيم. ومن المحاسن لو ذهبت في المسجد النبوي الشريف ترى على أحد السواري من آثار العثمانيين الله يجزيهم خير كاتبين نويت سنة الاعتكاف. أظن قريب من مسجد من باب السلام حينما تدخل هناك إحدى السواري كاتبين عليها في خط لطيف نويت سنة الاعتكاف، ليذكر الداخل أنه إذا دخل ينوي الاعتكاف في المسجد. هذا أيضا من عمارة المسجد، لأن المساجد تعمر بالاعتكاف بذكر الله تبارك وتعالى. فهو بيت الله، بيت الله ويكفي. إنما على سبيل الحصر يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد يسأل سائل يقول لما لم يذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو قال آمن بالله كان يقول ورسوله واليوم الآخر مثلا؟ قال العلماء لأن ما بعدها يغني عن ذلك، القرآن جاء في أعلى درجات البلاغة، فمن أين تعرف الصلاة والزكاة إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولأن الإيمان لا يتحقق إلا بالشهادتين. الآن لما يأتينا الكافر يريد أن يسلم، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم مضى، قل تعال وين رايح، إلى الآن إسلامك ما صح، لابد أن تقول وأشهد أن محمد رسول الله، لأن الإسلام لا يصح إلا بالشهادتين. ولذلك ذكر أحدهما هنا يغني عن الآخر. يعني فإذا عدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إما لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن ما ذكر بعده، وأيضا لأن ما ذكر بعده من قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة لا يعرف ذلك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولم يخش إلا الله. ما شاء الله، هذه فيها بشارة لأهل المساجد، بشارة لعمار المساجد، أن الله تبارك وتعالى يشهد لهم بهذه الفضائل والمكارم. فاحرص يا عبد الله أن تكون منهم.
فاحرص يا عبد الله أن تكون منهم، فإن المساجد فيها خير كثير. للأسف أيها الإخوة أن نقول في زماننا ضعف ارتياد المساجد عند الناس، خاصة عند الشباب، وخاصة في صلاة الفجر والعصر التي أكد عليهما نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أكد على صلاة الصبح وصلاة العصر، ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وصلاة البردين من أداهما ضمن الله له الجنة. والفضائل كثيرة معلومة فيها، حتى قيل أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وصلاة الفجر مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا في التفسير صلاة الفجر. لكن للأسف إذا نظرت في واقع المسلمين على سبيل العموم، أنا أتكلم على العموم لا أتكلم على أفراد، الحمد لله الخير موجود، لكن تجد أن المساجد في هذين الوقتين تكون ضعيفة، ضعيف الحضور فيها. حتى في بعض المساجد يقال أنه أحيانا لا يصلي الإمام والمؤذن، ما في الإمام المؤذن يصلي جنبه في بعضها، وفي بعضها صف، ربع صف، نصف صف. لماذا؟ 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 والله تبارك وتعالى أكد ذلك، وهذا خير يسير عليه أجر كبير. لماذا يضايقك إذا جئت إلى المسجد وفي صلاة الفجر خاصة الخير الكثير والبركة؟ حتى النسيم، يقول الأطباء نسيم الصبح لا يعوض، حتى النسيم هذا وأن تمشي في الطريق وتشم هذا الهواء النقي فيه صحة وفيه عافية لك في خير كله. الإسلام حينما يطبقه الإنسان يجد الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان كما صححه الحاكم وغيره. فإذن وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ولذلك نحرص حتى إذا عرض لنا عارض من سفر أو مرض أو أي شيء ثبت لنا الأجر. شوف، أما الذي لا يحرص على الحضور لا يثبت له الأجر، لكن الذي يحرص على الحضور ثم يعرض له كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني مثل ما كان يعمل في حال إقامته وصحته يكتب له الأجر، الحمد لله رب العالمين. فاجتهد أن تكون كذلك، وحاول أن تذكر الناس بهذا، لأن الذكرى تنفع. يعني حينما تجلس وتجد قوة من نفسك، قدرة على التذكير، فذكر. لم يخش إلا الله لا تأخذه في الله لومة لائم. هنا العلماء يعلمون أن الخوف الجبلي لا يعارض الخشية، هنا الخشية من الله. ولم يخش إلا الله يعني معناها لا يخاف من غير الله أبدا. ويجي الأسد يخاف من الأسد، يجي ظالم يمكن يخاف من الظالم. سيدنا موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، أفعى، عصا صارت أفعى، ويا لها من أفعى، بشر، هذا يسموه خوف جبلي لا يعارض هذا. إذن لا يتعارض مع هذا. المراد لم يخش إلا الله أي لم يخف من أحد خوف تعظيم، فتعظيمه لله فقط. أما الخوف الجبلي الذي يعتريه بالطبيعة البشرية لا يتعارض مع هذا، وهذا فهم دقيق نحمد الله تبارك وتعالى عليه، وإلا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذا المقام، لأن بالطبع البشري أنه يخاف الإنسان من أشياء كثيرة، هو بشر ضعيف. لكنه ربنا تبارك وتعالى يعني بيّن لنا العلماء أن مراد الله تبارك وتعالى هنا الخشية المقرونة بالتعظيم كما ذكرنا. طيب، يقول قائل لما قال بعد ذلك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين؟ طيب، فهؤلاء من المهتدين، لماذا عسى؟ وعسى تفيد الرجاء، يعني إطماع لهم بذلك. هذه فيها أمران. الأمر الأول سد مطامع الكفرة،
إذن الكفرة لا مجال لهم في هذا أبدا. هؤلاء مع هذا المقام الجليل هم يطمعون يطمعون، ولم يذكر لهم ذلك على سبيل التحقيق. هذا وجه. الوجه الثاني أن عسى من الله تفيد الوجوب، كما يقول ابن عباس لعل وعسى من الله تفيد الوجوب، يعني ربنا إذا قال عسى فمعنى ذلك محقق محقق، هكذا فسره ابن عباس رحمة الله رضي الله عنهما. وأيضا فيه إشارة إلى تغليب الخوف على الرجاء، يعني هؤلاء لا يغتروا، لئلا يغتر من يتعاهد المساجد ويقول خلاص أنا نجوت وسلمت، لا، يبقى يطمع ويبقى خوف الله يعني عاملا في قلبه، وذلك قال عسى. إذن إما أن تكون عسى بمعنى الوجوب وهذا أمر محقق، وإما أن الله أورد ذلك لقطع أطماع الكفرة أو ليغلب على هؤلاء جانب الخوف فلا يغتروا بعملهم، كما الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة لما قالت الصديقة رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أهم السراق والزناة؟ قال لا يا ابنة الصديق، في رواية يا صديقة ابنة الصديق رضي الله عنهما، إنما هم الذين يعملون الأعمال الصالحة ولكن يخشون أن الله لا يتقبل منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المسلم هكذا دائما يعمل الصالحات وهو يرجو ولم يجزم، لئلا يصل إلى مرتبة الأمن، كما قلنا الرجاء إذا بلغ الأمن هذا إيش؟ هذا خسران، لأنه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك هو دائما يعمل الصالحات ويطمع ويرجو أن الله يتقبل منه، ما يدري ما يدري في الحكم، يعني ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول، وربما حكم عليك بالذنب فكان سببا للوصول. يعني واحد يعمل وما يتقبل منه، واحد يذنب فيتوب ويرتقي. إذن لذلك دائما تبقى أيها المسلم وأنت تطمع في رضوان الله تبارك وتعالى. أيضا في الصفحة التي بعدها نقف عند قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون، في صفحة 327 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه أدرجها تحت الخوف، وهذه الآية فيها إشكال، وذلك العلماء ذكروا فيها أربعة توجيهات. وأنذر به الذين يخافون، هذا يقول لعلهم يتقون، فمن هؤلاء الذين ينذرهم؟ أنذر به أي بالقرآن، كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالتذكير بالقرآن يوصل إلى هذا الخوف. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع قال لعلهم يتقون. فيها أربع توجيهات. الأول أنهم المؤمنون. طيب المؤمنون كيف قال في ختام الآية لعلهم يتقون؟ يعني المؤمنون أنذر به المؤمنين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا يستطيع أحد أن يشفع ولا يستطيع أحد أن ينصر إلا بإذن الله، لعلهم يتقون أي يتقون المعاصي، لأن المؤمن ليس بمعصوم فقد تقع منه المعصية. هذا وجه. والوجه الثاني أنهم المشركون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الشرك. والمشركون ليسوا على درجة واحدة، منهم يعني من يقدر أن هناك آخرة احتمال أو كذا، يعني هذا وجه وإن كان ضعيف، نحن نبين الأوجه.
ومنهم من قال المراد أهل الكتاب، أنذر به الذين يخافون، أي أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بالبعث والجزاء، لعلهم يتقون الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم يؤمنون به. والقول الرابع ولعله الأوجح والأقرب والأوفق لسياق الآية، أنذر به من يؤمن بالآخرة مهما كان، أو يقدر احتمال ذلك. وهذا المعنى لماذا قلنا هنا الأوجح؟ لأنه يتفق مع السياق، لعلهم يتقون. وأيضا الكفر درجات أو دركات أو طبقات، فمن الكفر المتعنت المتشدد، ومن الكفر المتجاوب، ومن الكفر المتشكك، لأن التشكك كفر، لك والله يجوز أكو آخرة وجوز ما أكو آخرة، احتمال تكون هناك جنة أو نار، واحتمال ألا تكون هناك جنة أو نار، هؤلاء أنذرهم. فهؤلاء لعلهم يتقون. ومما يقال أو مما قرأت في بعض المجلات أن شخص أسلم بالاحتمال، حتى كاتبين هكذا عنوان سرد القصة، أسلم بالاحتمال الأخير، أسلم بالاحتمال الأخير، يعني بدأ يذكره كلما أتى له بدليل على وجود الله يرفض ويرفض ويقول هكذا، إلى أن أراد أن يفترق، ثم قال له بعد ذلك، نحن ذكرناه في مناسبة لكن نعيده هنا للمناسبة، قال: ألا يمكن أن يكون كلامي هذا صحيحا في ميزان العقل؟ قال: نعم. قال: وإذا كان صحيح، قال: تلك إذن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، جهنم وما أدراك ما جهنم. فأسلم بالاحتمال الأخير ثم حسن إسلامه. إذن هذا كافر كان متشكك، يعني يقول احتمال. فالآية إذن هنا تقول: وأنذر به، المراد كل من آمن بالآخرة أو قدر احتمال وقوعها. شوف نقرأ سياق الآية، تأملها: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إما مطمئنين أن هناك آخرة، وإما مقدرين متشككين. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، هذه الجملة جاءت لبيان الحقيقة، فإن في الآخرة ليس هناك ناصر ولا شفيع إلا بإذن الله، هذا قولا واحدا. هذه الجملة جاء بها هنا لبيان الحقيقة في الآخرة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا بإذن الله، ما في ناصر ولا أحد يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لعلهم يتقون، الغرض من هذا الإنذار لعلهم يكفون عن كفرهم إذا قلنا الكفرة، عن معاصيهم إذا قلنا المؤمنين، عن التردد إذا قلنا المترددين. وبذلك والله أعلم يبقى القول الأخير هو الأرجح. إذن نحن ننذر كل من نرى أن هناك مطمع لهدايته، أما المتعنتون فكما قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أو كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذا سد المنافذ. وأقسموا بالله جهد أيمانهم قبلها: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وفي قراءة إنها، يعني وما يشعركم، هنا يكون الوقف، إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا سد المنافذ خلاص. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء المتعنتون خلاص سد المنافذ الأبواب. لكن هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنذر هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. فانظر إلى قضية الخوف هنا كيف وقعت هذه الآية في موقعها.
والخوف كما قلنا هو توقع المكروه، الإنسان يتوقع شيء فيخاف منه، كما بينا ذلك في الكلام السابق. عندنا أيضا في صفحة 330، نقف عند هذه الآيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه آية عظيمة فيها تذكير كبير ومهم للناس أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله قدوة في كل شيء، قدوة في كل شيء، ولذلك جرى عليه في الحياة كل شيء عليه الصلاة والسلام: شكر وصبر، ابتلاء، مشاكل. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج وأب عليه الصلاة والسلام، وتزوج أكثر من واحدة، وكيف يحل مشاكل الزوجية التي تجري بين أمهات المؤمنين، واشتغل بالتجارة ورعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وأصبح قاضيا ورئيسا للدولة، كله لأن يكون قدوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. يحزن ويفرح، يبكي وينام ويضحك، ويسره الشيء ويغضبه الشيء، يشتهي هذا الطعام لا يشتهي هذا الطعام، حتى جرى عليه السحر لنعلم كيف نعالج ذلك وكيف، لأنه قدوة، لأنه قدوة في كل شيء، فكانت تجري عليه هذه الأشياء كلها. ولذلك أيضا نام عن صلاة الصبح وشغلوه عن صلاة العصر لنعلم كيف نقضي إذا حصل لنا ذلك. قدوة، كيف يقتدي به من نام عن الصلاة؟ نام عن الصلاة، ما أيقظ إلا هو بلال نام، حتى أن الشيطان كان إيش ينوم بلالا، شلون واحد ينوم الطفل يرتب له، فكان ينوم بلالا حتى نام، ما استيقظ بلال إلا والشمس قد طلعت. ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: أذن. أذن وأقام الصلاة. إذن من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها. يعني بعض الإخوة كثيرون يقول: ما هي قضاء قضاء؟ إذا كانت قضاء قضاء لماذا؟ لا، نقول له عجل. يعني واحد لو كسرت يده يقول له خلاص بعد شهر أجبرها، يودوا على الطبيب على طول سرعة. فإذا من فاتته الصلاة يؤديها. لما شغلوه في بني قريظة عن صلاة العصر قال: شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا. ثم أيضا صلى. قدوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان يضحك، كيف كان يبكي عليه الصلاة والسلام، كانت تجري عند الميت. كيف مات له الولد، مات له الولد وذرفت عيناه. إذن عرف أن البكاء خروج الدموع فقط لا يضر، ولكن البكاء بصوت والصياح والكذا هذا يعارض الصبر. أما مجرد قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. إذن البكاء على الميت بمجرد جريان الدموع هذه رحمة، وأما البكاء مع الصياح واللطم والنياحة وما شكل ذلك هذه من المحرمات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذلك قدوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. كلمة رسول الله هنا مهمة، هنا ننبه أنه أعداء الإسلام حاربوا الإسلام بشتى ألوان الحرب، ما تركوا شيء إلا وحاربوا فيه. ووالله لولا أن الإسلام دين الله لذهب من زمان، من زمان. يا إخواني، شيئان احفظوهما، شيئان ما حورب شيء مثلهما وما حفظ شيء مثلهما: القرآن ومن نزل عليه القرآن. ما حورب أحد مثل ما حورب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد أن يقتله، وإنما مات على فراشه سليما معافى عليه الصلاة والسلام. والقرآن لم يستطع أحد أن يزيد فيه حرف أو ينقص منه حرف مع الحرب المستعرة. مما حاربوا به الإسلام قالوا: تعالوا نمدح محمدا صلى الله عليه وسلم مدحا يرضاه المسلمون، فإذا رضوه كررنا عليه
بإبطال رسالته. مكر شيطان، الشيطان ينفث يوحي. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا من الشيطان. كيف؟ قل مصلح عبقري زعيم من أذكياء العالم، ألفاظ إيش فيها؟ عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المصلحين، رقم واحد في المصلحين المسلمين، إيش في كلام طيب صحيح. جردوه من وصف الرسالة. لا نقبل، لا نقبل، لا نقبل من أي شخص يمدح محمدا صلى الله عليه وسلم ويجرده من وصف الرسالة. محمد رسول الله، محمد رسول الله، بعد أن تثبت أنه رسول الله قل ما شئت فأنت مقصر. نقبل، قل محمد رسول الله سيد العباقرة، صحيح الراس عليه، سيد المصلحين، سيد الأذكياء، أذكى الناس، لكن بعد أن تقول رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله، الله ما وصف نبيه بهذه الأوصاف، إنما وصفه بالرسالة وبالنبوة. فانتبهوا، المسلم كيس فطن. واحد قرأها، اللي ما يحسن قراءة المخطوطات قرأها إيش؟ كيس قطن؟ كيس قطن؟ لا، المسلم كيس فطن، يعني منتبه. فإثبات وصف الرسالة هذا أمر لازم. محمد رسول الله، قال لك هل في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعني من الأسئلة اللي يسألون فيها، قل له نعم موجودة لكنها مو بهذا السياق. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله موجودة في القرآن لكنها ليس بهذا السياق، كل واحدة في موضع آخر. فإذا محمد رسول الله هنا، إذا انتبه، يقول لقد كان لكم في رسول الله تقتدون به وهو رسول عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لا نجرده، احذر أن تقبل من أحد يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الرسالة، ما تقبل. ولو مدح ما مدح قل له خلاص نبينا أعلى وأعلى مما تقول، ولكن هو رسول الله. لماذا أيها الإخوة لا نقبل؟ لماذا؟ هم يرمون إلى أي شيء، لكن إذا سلموا أنه مصلح وعبقري وذكي فقط، إذن بعبقريته وبذكائه وبإصلاحه استطاع أن يسوس العالم. هل يرمزون إلى هذا الشيء؟ لا، إنه بالرسالة، بالرسالة، ليس لك من الأمر شيء، هكذا قال الله له، وكان فضل الله عليك عظيما. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينسب شيء إلى نفسه، ولكن نحن حتى لا ننسب شيئا إليه، الله يعلمنا، ولكن نقول ذلك فضل الله على رسوله، وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. إذن هو محمد رسول الله. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، احذر أن توصفه بشيء من صفات الربوبية والألوهية وبعد ذلك قل ما شئت في مدحه فأنت مقصر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى. إذن رسول الله، ما أجمل موقع هنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يرجو الله يعني يرجو ثواب الله، يرجو لقاء الله، يعني وذكر الله كثيرا يعني أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر الكثير مفتاح الخير، ولذكر الله أكبر. سيأتينا إن شاء الله في مقام الذكر ونتكلم بشيء عن هذه المسألة. بالنسبة للرغبة، نحن نمر إلى هذه الجزئيات المذكورة عندنا. الرغبة هي السعة في الشيء، والرغبة فيها الحرص الزائد، يعني رغبة، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة. عندك هذه الآية اللي ذكرها في صفحة 331، قال أوسطهم
ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هؤلاء أخطأوا وصححوا، هنيئا لهم رحمة الله عليهم. دول في القصة المشهورة الطويلة، قصة أصحاب الجنة اللي كان لهم البستان وأبوهم كان صالح ينفق في الخيرات، وهم تآمروا على المساكين قالوا خلاص ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وخططوا المسألة وربنا عاقبهم فرجعوا إلى ربهم. ربنا كريم يا إخواني، لو أن الإنسان أتى بذنوب الأولين والآخرين وتاب لوجد ربه غفورا رحيما. ربنا رحيم كريم، يغفر الذنوب ولا يبالي، لكن أنت تب واصدق في التوبة. لذلك ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، فقط لما تتوب تكون صادقا. يعني ما الفرق بين اللي يتوب بلسانه واللي يتوب صادقا ويتكرر منه الذنب؟ الفرق بينهما أنه لما يتوب هل هو موطن نفسه على العود على الذنب؟ هذا كالمستهزئ بربه كما جاء في بعض الآثار. وأما إذا كان جازما في التوبة فلا يضره أن يعود، فليفعل عبدي ما شاء، كما علم أن له ربا يغفر الذنوب فليفعل عبدي ما شاء ما دام يتوب، ما دام يتوب. هؤلاء لما تآمروا على المساكين وربنا فطاف عليها طائف، يا لطيف، دمرها إعصار، يعني أصبحت قاعا صفصفا محروقة مدمرة، حتى أنهم تصوروا أنهم أخطأوا الطريق. على طول هنا لما ذكرهم أوسطهم أعدلهم طريقة وأحسنهم وأتقاهم، اللي شوي كان متردد لا يقبل على صنيعهم لكن جاراهم، لما ذكرهم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، اعتراف بالذنب، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. الراغبون يعني تائبون بقوة، يعني متوجهون إلى ربنا بحرص شديد. ذكر الرغبة، رغبة. فعلم الله صدقهم فعاد عليهم جنتهم أحسن مما كانت. ربنا تبارك وتعالى إذا أراد الله بعبد خيرا عجل في عقوبته، عجل في عقوبته. وإلا هؤلاء لو كانوا من الأشقياء وربنا وسع عليهم في رزقهم وترك الجنة كما هي وبقوا في ضلالهم، لكن لما عاقبهم رجعوا. دائما يريد الله به خيرا يصب منه، أن يمرضه أو يعجل في عقوبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عقوبة ذنبك، فانتبه لنفسك يا عبد الله، إذا أذنبت ورأيت الله يوالي عليك النعم فاحذر، فقد تكون مستدرجا. نعوذ بالله، الاستدراج عذاب من الله، استدراج بمعنى يملي له ويتركه وشأنه حتى يهلك. ولكن الذين يحبهم الله لا، تأتيه الضربة مباشرة، يخطأ يصيب حاجة ينتبه يرجع. هؤلاء طاف عليها طائف مرض، خلاص عذاب، فرجعوا إلى الله وأنابوا واستفادوا. إذن هنا الرغبة معناها هكذا الحرص الشديد، يعني التوجه القوي. قالوا ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يا رب، يعني يصرف نفسه عنها بقوة. رغب إليه ورغب عنه، رغب إليه بمعنى حرص عليه، لكن رغب عنه أعرض عنه بقوة. طبعا هناك عندك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا ذكرهم، وأنت تعلم أو لا يخفى عليك أن القصص القرآني يهدف إلى التربية. الله جلت قدرته لم يسق لنا القصص للتسلي، ولكن لنأخذ العبرة، مثل ما ذكرنا الآن أن كيف ذكرنا بأنفسنا وإذا أذنبنا فلم نرى الله يعاقبنا لنخشى على أنفسنا ونترك الذنب قبل أن نهلك. لك دائما نقول للمذنبين لما ننصحهم
لخلاص ما هو ربي والله جاي يعطينا اتعامل في الربا والله جاي يوسع علي رزقه. احذر، خف، انتبه، انتبه قبل ان يفجعك الموت، فقد يكون ربك تركك وشأنك، لأن الذي يحبه الله يرده إليه، يرده ربنا تبارك وتعالى، يخطأ يرده. فإذا شوف نستفيد من هذه القصة، فالقصص تورد لأخذ العبرة، وليس نقرأ القصة ونتسلى بها والأحداث وكيف جاءوا في الطريق وكيف ذهبوا وماذا صنع لهم إلى أخيه ونمشي، لا، لازم تقف عند القصة وتأخذ العبرة منها والذكرى. هذا هو المقصد من القصص، والقصص في القرآن الكريم كثير، ومكتبة القصص القرآني ما شاء الله عليها في القديم وفي الحديث. اذهب إلى أي مكتبة إسلامية وشوف مكتبة القصص القرآني كثير، والعلماء كتبوا في كلها وذكروا الدروس والعبر منها، لكن علينا أن نتثبت، إذ ليس كل من يكتب يؤخذ منه، الناس تكتب قصص غير صحيح، قصص إسرائيلي، قصص باطل، قصص كذا، لا، نحن محص نسأل أهل العلم المتخصصين حتى نفهم القصة على وجهها الصحيح. بقيت عندنا الرهبة والضراعة، نمر عليها سريعا قبل أن ندخل في المقام الذي بعده. الرهبة أيها الإخوة مخافة مع تحرز واضطراب، فزع، الرهب هو الفزع. ولذلك هنا ربنا ذكر هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والله كل آية تستوجب كلاما طويلا جدا، لكن نحن نجتزئ ما أمكن. هذه الآية كم حفظها المسلمون وكم رددوها في محافلهم، ونزلت قبل 14 قرنا من الزمان: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم. هو الربط، عشان تعرف الآيات القرآنية بعضها آخذ بعنق بعض، يعني لما ربنا تبارك وتعالى قال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزوني، نتكل. إذن ما داموا ربنا تبارك وتعالى يضع هذا الشرط ويقول أن هؤلاء لا يمكن أن يسبقونا ولا يمكن أن يعجزونا، هل يتكل المسلمون؟ قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والربط عظيم، أن هذا العالم عالم الأسباب، لماذا نعد هذه القوة؟ هل لنقاتلهم؟ قال: لا، وإنما ترهبون. فترهبون هنا وقعت في موقع السياق، موقع عظيم، لأن هذا الإرهاب هو كف القتال، ليس بالمفهوم الحاضر، لا، الآية لا تعني المفهوم الحاضر للإرهاب، لأن هذا ظلم وبغي وعدوان، وإنما هذا كف عن القتال، اللي يسموها في الاصطلاح العسكري استراتيجية الردع، يعني تصير قوة متكافئة. ولذلك هذا يحجم وهذا يحجم، أنت تضربني تدمرني، أنا أضربك أدمرك، سيتكافئ. هذه مذكورة في القرآن العظيم قبل أن يعرفها الناس في هذا القرن، وأشار المتخصصون في القيادات العسكرية من المسلمين إلى هذا الأمر. فشوف ربنا تبارك وتعالى هنا يبين لنا هذا المعنى، لكن نحن كم حفظنا هذه الآية ورددناها ونرددها، لكن العمل فيهم لما قصرنا في العمل فيها أصابنا ما أصابنا. والناس قد تفهم كلمة ترهبون هنا على غير وجهها الصحيح، لا، ترهبون أساسا هي فيها درء القتال، وذلك لم يقل تقاتلون، لم يقل أعدوا القوة لتقاتلوهم، ولكن أعدوا القوة لئلا يكون قتال، يخافون منكم، خلاص. وهؤلاء، ثم ربنا تبارك وتعالى قال: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. السلام، أو المنافقين وأذناب المنافقين وغيرهم. للعلماء كلام كثير هنا، لكن لعل هذا هو الراجح، أنه إيش؟ هؤلاء الذين لا تعلمونهم إذا رأوا قوتكم خافوا،
لأن هذا الذي يريد أن يخون، إذا كانت الدولة ضعيفة يمكن يخون، لكن إذا كانت الدولة قوية لا يستطيع، يخاف يرهب. إذن أنتم سترهبون الأعداء المكشوفين والأعداء المستترين بهذه القوة. ربنا أمر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فسرها القوة بالرمي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أوضح وأوجه وأهم القوة، ولكن لا مانع أن تدخل فيها القوة العلمية والقوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاجتماعية والقوة كذا وكذا، أي شيء من ألوان القوة يدخل. فالكلمة جاءت مرنة، قوة عامة، والنكرة هنا يعني جاءت تفيد العموم كما يقولون، والحديث لم يخصص كما قال ابن جرير الطبري وغيره من مشايخ التفسير، أن الله تبارك وتعالى أطلق القوة فتشمل كل شيء يكون فيه قوة لأمة الإسلام، ذلك الآن القوة العلمية، القوة السياسية، القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، كل شيء يدخل في هذا الباب. فإذا هذه آية عظيمة، نحن نبهنا إلى كلمة ترهبون هنا، هذا الإرهاب في الإصطلاح الشرعي وليس الإرهاب المعروف الآن، لأن الإرهاب المعروف الآن معناه التخريب والتدمير والإسلام منه براء، الإسلام براء من هذا الضلال الذي فيه قتل الأبرياء وغيرهم، إنما الإسلام فيه جهاد، فيه دفاع عن الحق، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي، لكن لابد من مصحف يهدي وسيف يحمي على الإسلام، ما في ظلم في الإسلام، لكن فيه دفاع عن الحق، فيه دفاع عن الأوطان، فيه دفاع عن هذا الدين العظيم، فيه نشر للخير، ما ننظر بالعين العوراء، ننظر بالعينين. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة عليه الصلاة والسلام في آن واحد. أيضا عندنا قضية الضراعة، الضراعة هي الضعف والتذلل، الضعف والتذلل. هنا ذكر لك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. ما أعظم هذه الآية، ما أسماها، نرجع الكلام عنها عندما نتكلم إن شاء الله عن مقام الذكر، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في مقام الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمحبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.